حركة تصعيدية يدخل فيها بداية من اليوم الأطباء المقيمين بعد أن قرروا شل المؤسسات الاستشفائية عن طريق شن إضراب مفتوح عن العمل عبر مستشفيات الوطن. حركة احتجاجية تأتي بعد سلسلة من الإضرابات الدورية بمعدل يومين في الأسبوع، وبعد فشل اللقاء الأخير الذي جمع الوزير مختار حزب اللاوي بالمحتجين، حيث فشل الطرفان في الوصول لاتفاق من شأنه أن يضع حدا لموجة الإضرابات التي يشنها الأطباء منذ أسابيع. بطريقة قانونية وطريقة يعني شرعية، يعني علمنا بها الوزارة وعلمنا كامل الأطراف بهذا الإضراب، ويعني نتمناو في الوزارة المعنية وزارة الصحة باش تعقد اجتماع ثاني لرد على المطالب تاعنا. النقابة الوطنية للأطباء المقيمين دعت الوزارة الوصية للإسراع لعقد لقاء ثنائي آخر في أقرب الأجل في محاولة لإيجاد حل لجملة المطالب التي وبحسب المضربين لم تكترت لها الوزارة. الوزارة الوصية هي وزارة الصحة ما عندها حتى رد، يعني لحد الآن ما عندناش رد إيجابي ولا يعني باش نعقدوا اجتماع ثاني مع وزير الصحة. درنا اجتماع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعني لبحث مطالب البيداغوجية ومطالب التكوين. يعني الاجتماع هذاك درس بعض النقاط، يعني توصلنا لبعض النتائج لكن غير كافية، يعني نتمنى في الرد على وزارة الصحة. جملة من المطالب الاجتماعية والمهنية أججت غضب الأطباء المقيمين، أهمها الظروف المهنية التي يزاولون فيها عملهم، ناهيك عن غياب الأمن داخل المؤسسات الاستشفائية وغيرها من المشاكل التي حالت دون تأدية مهامهم على أكمل وجه.